السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق والغناء العربي. أشرب بكم ورمضانكم كريم وكل عام وأنتم بخير وصيام مقبول، وأهلا وسهلا بكم ويا مرحب ويا هلا. اليوم قبل ما أبدأ في الدرس أدنى قضية جدا مهمة، وهي الدورات الموسيقية اللي يتمن محاضرات بتعلم العود أو الغناء أو تعلم العود من الصفر وفق منهاج بسيط، وأيضا وفق ترتيب بسيط يعني بعيد عن التعقيد، تقدر من خلالها أنه يكون دخولك دايرك مباشرة للمقامات بعد ما أنت تتمرن تمرين جيد بالريشة والأصابع حتى يكون دخولك المقامات متسلسل ومرتب وفق المدرسة العراقية والعربية. أيضا اليوم احنا عندنا أغنية، طبعا هي من مقام دامي، وعندنا هي ايقاع جورجيني، دوم تتك دوم تك دوم تتك دوم تك. اوكي صال يلي نسيتونه يم تتذكرونه، صال 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 لا صال دا فا مي فا صال فا فا مي را را، صال 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 لا صال دا فا مي فا صال فا مي مي را را، مي فا صال صال مي فا صال 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 مي فا صال مي فا صال صال مي فا صال 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 مي فا صال لا صال فا صال فا مي فا مي فا صال فا مي مي را را، لا صال فا صال فا مي فا مي فا صال فا مي را را. هسه راح يتحول فا صال لا سي لا صال صال فا صال لا سي لا صال اللي هي تكون في بدايتها في الصيغة. حتى يكون فيديو قليل وتقدرون تبطئون الفيديو حتى من خلاله انه تكون عندكم رؤية شمولية لموضوع الأغنية هذه. وتحياتي لكم، و اللي يحب يشترك بالدورة الموسيقية انا حاضر، رقم الواتساب موجود اسفل الفيديو، لا تنسون اللايك واشتراك، ورمضانكم كريم، مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.